اخوان عندنا واحد الغراب محيح هنايا، ما عرفتش واش فصل الشتاء كيجيب الغراب، ولكن راه كاينين بزاف كتسمعوهم. المهم موضوع ديال اليوم الاخوان هو العقار ما بين المغرب وميريكان. بالنسبه للمغاربه اللي عايشين يا اما في ميريكان ولا اوروبا كاع، نقدروا ندخلوا حتى اوروبا. شحال من واحد، وهذا هو الخطا اللي كيدير كل شيء، وهذا هو الموضوع اللي صيفطوا لي الناس اللي كيفكروا انهم ياخذوا القرار. نقول لكم الراي ديالي، وانتم في الكومنت كتبوا لي الراي ديالكم شنو ديروا في هذه الوضعيه هذه. معظم المغاربه اول حاجه كيديروها فاش كيجمعوا شي شويه ديال الفلوس، كيفكروا انهم يستثمروا في العقار في المغرب، اول محاوله نيشان المغرب. وخاصه كنهضر على الناس اللي مازال ما وصلوش النيفو ديال التقاعد، بالزربه كيقصدوا نيشان العقار في المغرب. علاش؟ جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى رخيص مقارنه مع امريكا واوروبا، تقدر تشري دار ب 40000 دولار 30000 دولار، تقدر تشري حتى دار ب 100000 دولار ابارتمون مزيانه، تقدر تشري كاع دار في بعض المدن الصغيره ب 100000 دولار تعطيك الفوق والتحت، ولا تشري كاع ارض وتطلعها وتبنيها. لهنا الحاجه اللي كتبان مزيانه هو ان السعر باش كتقام الدار رخيصه في المغرب مقارنه مع اوروبا وامريكا. إذن هذا الدافع الاول. الدافع الثاني هو الاستقرار. الا جيتي للمغرب تلقى فين تجلس، هذه الاولى، وانت ميمكنش تبقى تجي تجلس عند عباد الله، خاصه اللي ما عندوش اسباط او اللي عنده الدراري، تكون عنده بزاف ديال الدراري، ميمكنش تجي تلصق في الدار غتلقى مشاكل مع العائله الى اخره. سو خاص تكون عندك واحد الدار في المغرب. هذه من جهه، وجهه واحده اخرى خاص تكون عندك دار في المغرب من اجل التقاعد، نهار غادي ترجع خطره البلاد خاصك فين تجلس، ماشي عاد تبدا تقلب. والعقار حنا كما عارفين دائما كيطلع. هادو الافكار السائده واللي كيستعملوها المغاربه باش يشريوا العقار. غنعطيكم واحد الراي اخر اللي هو ديالي، هو الراي ديال انك ما خاصكش تشري العقار الاول، سطروا على الاول في المغرب. العقار الاول فين خاصك تشري في البلد اللي ساكن فيها انت، على حسب البلد، على حسب بزاف ديال العوامل. انا غادي نهضر على الامريكان، وغادي نهضر على بعض الدول اللي صعيب تشري فيها بحال كندا الى اخره. نهضروا على الامريكان. الامريكان الاخوان علاش خاصك تشري فيها العقار؟ اولا لان عندك الاكسبوجر للدولار. شو معنى ديال هادي؟ هو ان ذاك الدولار كيحافظ على القيمه ديالو في المستقبل. بغيتي ترجع للمغرب تقدر تخلي العقار ديالك وتكريه، والفلوس ديالو مقارنة مع الدرهم غادي تعيشك مزيان، زائد السوشيال سيكيورتي اللي غادي تكون كتاخد، وفلوس التقاعد ديالك غتعيش عيشة مزيانة بالكرا. تقول لي واش غنكري؟ أو دي تكري في أفضل منطقة كاع في المغرب وتعيش عيشة مزيانة، لأن الدولار ما كيفقدش القيمة ديالو بشكل كبير مقارنة مع الدرهم. ما كنهضرش على الدولار عامة، الفلوس كتفقد القيمة عن طريق الانفلاسيون، عن طريق بزاف ديال الحوايج، ولكن الدولار مقارنة مع الدرهم، الدرهم عنده بوتونسيال انه يطيح اكثر من الدولار. هذه وحده. اذا غيكون عندك ارقام كبار، والكرا في الميريكان كيرتفع بواحد الوتيره كبيره، وبلي كونترا كدير مع شي واحد كونترا كيخرج عام كتقدر تزيد اللي بغيتي، والعقار حتى هو كيرتفع بواحد الوتيره كبيره وسيوله كبيره. غادي تقول لي ما عنديش فلوس 300000 دولار 400000 دولار باش نشري انايا واحد الدار ونكريها، صعيبه شي شويه مقارنه مع 40000 دولار 50000 دولار 100000 دولار اللي تشريها لي في دقه واحده. هنا غادي نقاسموا الاجوبه لجوج، غادي نهضروا على الجواب الاول اللي الناس اللي ما عندهمش مشكل في الكريدي. بعد ما تخرجوا لي الربا، ما الربا، كنهضر مع جميع انواع الاطياف والمستغلون الطائفات اللي كاينين في المغرب، اللي عنده مشكل مع الكريدي واللي ما عندوش مشكل مع الكريدي، بجوج انا عندي هاني. اذا الناس اللي ما عندهمش مشكل مع الكريدي، هذيك 40 وهذيك 50 وهذيك 100 كتقدر تكون داون بيمنت ديال 20% ديال العقار، وانت ساكن هنايا و 20% غتدفعها وغادا تخلص بحال كتخلص الكرا. نهار غادي تبغي ترجع للمغرب خطره، اولا الكرا غادي يكون طلع الثمن ديالو، وانت كتخلص غير واحد البورسونتاج قليل، غادي ترجع وتكري داك الدار اللي عندك او تبيعها وتربح، تخلص البنكه وتشط لك الفلوس، او تكريها وتكون عندك لا مارج ما بين الطريطه والكرا تكون عندك كبيره. كلما كيتزادوا السنوات
انت شارب الكريدي كلما كتكون مزيانه لك، لان قلنا الكري غادي كيطلع والتامينه ديال الديور حتى هما غادي يطلعوا. اذا في جميع الاحوال غادي تستافد. انا كنفضل ديك 40 ولا 50 ولا شحال ما جمعتي ديرها داون بايمنت في دار اللي غتسكن فيها في ميريكان، واللي غادي تخليها كرا وغادي تمشي تسكن في المغرب. قلت وقلت لكم راه الدار الاولى، ما قلتش ما تشريوش في المغرب، قلت الدار الاولى. بعد الحال الناس اللي عندهم شي شويه ديال الفلوس وقاعدين ميسره، من بعد ما يشريو الدار الاولى في المغرب راه غيدوزو في ميريكان مثلا، راه غيدوزو للدار الثانيه في المغرب. نفس الفيلم كاين بالنسبه لاوروبا، ما كنعرفش القوانين ديال العقار في اوروبا كيفاش كتعامل من ناحيه ديال الكرا، ولكن راه في الغالب غادي يكون نفس السيستيم، غتكون عندك اكسبوجر للاورو، والاورو افضل من الدرهم من الناحيه الاقتصاديه في المستقبل، والفلوس ديال الكرا غادي تاخذهم وغادي يفيدوك بزيد افضل بكثير من انك تشري دار في المغرب. اذا هذا راي ديالي ما بين المغاربه اللي عايشين في كندا في ميريكان واللي عايشين في اوروبا. الناس اللي عايشين في كندا الوضع يختلف، لان الاثمنه شي شويه مرتفعه بزاف في كندا. بعض المرات كنشوف انا، ما كنشوفش انا كاع 300,000 400,000، كنشوف غير مليون جوج مليون دولار دار، شويه قاصحه. في هذه الحاله هذه ديال انك ساكن في واحد البلد اللي هو صعيب انك تشري دار، مفهومه انك تشري في المغرب، مفهومه. رغم انك تقدر تشري في اسبانيا، برتغال الى اخره، ولكن مفهومه نقدروا ندوزوها الا كنتي في كندا وخاصك مليون ولا جوج باش تقدر دير هذه لافير هذه. اذا هذه دايزه. من الناحيه الثانيه قلنا هادو اوروبا، قلنا امريكان، وقلنا كندا. من الناحيه ديال ان الدار في المغرب من غير هذا الشيء، معظم الناس خطا اللي كيديروه هو انهم ما كاين اصلا. تخيل معي واحد شاري دار وما كاريهاش لانك يحسبها دار رسميه ديالو وباغي يخليها باش الى جا المغرب يسكن فيها، وشحال مره كيجي في المغرب؟ كيجي مره واحده في المغرب. والناس اللي في امريكا راه بعض المرات كيدوزوا عامين عاد كيجيو للمغرب. وشحال كيجلسوا في المغرب اصلا؟ تيجلسوا واحد الاسبوع اسبوعين ماكس شهر. انا شخصيا كنفضل ان نجلس في اير بي ام بي وتقام عليا رخص من انني نسكن نشري دار في المغرب، لانني اصلا ما ساكنش فيها. فهمتوا دابا الفكره كيفاش دايره؟ وحتى من ناحيه ديال العقار في المغرب راه ما كيطلعش بواحد الوتيره كبيره مقارنه مع امريكان. امريكان كيطلعوا العقار اكثر من المغرب، والسيوله حتى هي كبيره. شي بلا ما نهضروا على البيروقراطيه والمشاكل اللي تقدر تلقاوه في المغرب الى اخره. من جهه اخرى، الا كانت ديجا عندي الدار في المغرب، وهذا راي عاوتاني ديالي، ونبغي الراي ديالكم الاخوان في الكومنت، الناس اللي عايشه برا والناس اللي كتفكر في الشراء. انا كنفضل، حتى الناس اللي ساكنين في المغرب كون كتبوا هذه الوضعيه شنو غادي ديروا. انا كنفضل ان الانسان يشري، الا كانت عنده دار في المغرب ديجا شراها، انه يكريها، خاصه الا ما كانش كيجي للمغرب بزاف. الا ما كنتيش كتفوت مره واحده في المغرب وما كنتيش كتفوت شهر، تكريها احسن. علاش؟ وتقول لي ولا جيت انا للمغرب فين غنجلس؟ الفلوس اللي غادي تدخل لك هذيك الدار بالكرا غادي يخلصوا لك الرحله الطياره، وغادي يخلصوا لك الاير بي ام بي، وغادي يخلصوا لك حتى الماكله ديالك فاش غادي تجي، لان غادي تجمع فلوس العام كامل، غادي تجي طويل، ما غتحتاج تخبي باش تجي للمغرب، وغادي تستافد من ديك الدار، القيمه ديالها كترتفع، في نفس الوقت كتخليك انك تزور المغرب فابور، اذا انت مستافد منها. بطبيعه الحال اذا درتيها بطريقه قانونيه، اي شنو معنى ديالها بطريقه قانونيه؟ اي انك تكريها بطريقه قانونيه، ما تحاولوش، وهذا رايي ديالي عاوتاني، ما تحاولوش تكريو بطريقه غير قانونيه. فقط باش ما تخلصش ضريبه، لا خلص اخويا ضريبه باش تولي مبروتيجي، باش ما يدوش لك الدار، يلصق لك شي واحد تما وما بغاش يخرج. تخيل معايا تكري واحد بلا وراق وتبغي تخرجو، وتلقى مشاكل معاه. الوراق مهمه الاخوان، وتخلصوا الضريبه ديالكم مهمه حتى هي من الناحيه القانونيه باش تبقى قاد، حتى الا بغيتي تخرجوا ما كتلقاش مشاكل كبار. اخوان، الا عندكم شي سؤال ولا بغيتوا شي موضوع نهضروا عليه كتبوه لي في الكومنت، والرأي ديالكم تا هو يهمونا في الكومنت. تهلاو لي فراسكم.